الاحتياطي يا فندم في كل قطاع موجود في الاحتياطي بتاعه. في احتياطي على مستوى القطاع الرئيسي بتاعنا موجود معانا. في احتياطي قائد الجيش يا فندم في الاستاد ده 6 عربيه مبرره. في معانا 6 احتياطي تاني يا فندم في شربين موجود 6 عربيه مجنزره. دي كلها يا فندم لصالح البلد. دول ماسكين بقى بتوع شربين مثلا ماسكين شربين بتقاس استنى المحافظه نصين عشان المحافظه في اسوء الاحوال حبينا نقفل المحافظه كلها عندنا احتياطي لصالح الشمال واحتياطي لصالح الغرب. مركزين شربين ومستاد. ده الاحتياطي بتاع قائد الجيش فنيا رقم 1 رقم 2. ده مركز انتخابي. مقر انتخابي. مقر. في لجنتين فرق. طيب. مفيش 3 اصلا. لا 3 في بس عندي مجمع مدارس ده في بقى. لا بس فين المقر اقصى حاجه فيه 2 لجنه فرعيه. ايوه. 2 لجنه فرعيه. يعني دي برضه شركه محمله برضه نادي خلاص بس ثابته لا تحفظ برضه قصدي بعد انتهاء التصويت تحفظ برضه على المكان بالنسبه لي انتوا طلعتوا عايز بكره بس تقفل البلد ديت يعني مش هو في حد خليجي يعني ماشي ماشي عشان تبقى الدنيا متامنه خالص